اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. زي ما قلت كده في المقدمه بعتبره واحد من ابنائي فعلا، يعني لانه على الاخلاق وعلى الاحترام وعلى الموهبه وعلى الادب وعلى كل شيء جميل. يمكن ناس كثيره ما تعرفوش قوي، لكن انا اعرفه من زمان من ايام وادي دجله وطبعا ايام النادي الاهلي، وعلاقتي مستمره بيه دائما وابدا. ما اعرفش اقول سوء حظ ولا ما اعرفش اقول يعني القدر، ما اقدرش اقول حاجه، لانه الحقيقه كلنا كنا متوقعين ان يبقى في حاجه عظيمه جدا، وده اللي بدا وراح منتخب مصر كانت الامور جيده، لكن احيانا بتاتي الاصابات او بتاتي ظروف بتبقى اصعب من البني ادم. لكن عموما هنتعرف عن القصه كلها او على القصه كلها من خلال حواري مع ضيفي اللي منورني النهارده، محمد محمود نجم النادي الاهلي السابق وايضا لاعب منتخبنا الوطني ووادي دجله والاتحاد السكندري. محمد مساء الفل، منورنا، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كويس والله الحمد لله. زعلان؟ يعني شويه. يعني شويه ولا كتير؟ انا زعلان الصراحه. ليه؟ يعني هو في البدايه يعني من اللي حصل، يعني ان انا عرفت من السوشيال ميديا يعني كنت زعلان ان انا عايز يعني النادي الاهلي طبعا خيره عليا ومساندني كتير ووقف جنبي كتير، فانا زعلان ان انا ما لحقتش حتى ارد الجميل، حتى والدي الله يرحمه، يعني ربنا يرحمه ويحسن اليه، ربنا يرحم الجميع، كان بيقول لي قبل ما يتوفى ان لازم نرد الجميل للاهلي وللكابتن خطيب. نعم. انا ما لحقتش يا كابتن ارد الجميل، حتى مش عارف جت ازاي، بس يعني كان نفسي بجد يعني ارد للنادي الاهلي حاجه من اللي كانوا بيعملوا معايا.